بسم الله الرحمن الرحيم. ليه اي مريض بيركب دعامه لازم يعمل عمليه لتاخير سرعه القصف؟ لان ببساطه يعني انا هقول الحكايه دي بدات ازاي اساسا. مريض الدعامه محتاج حل جذري، محتاج انه يعوض اللي فاته في عمره. وهنعوضه ده بطريقتين هنقولهم دلوقتي. القصه بدات ازاي؟ احنا مركز علاء كلينيك اول مركز في افريقيا والشرق الاوسط بيشتغل جراحات سرعه القصف، احنا بنشتغل من 2009 بقالنا 13 سنه. طبعا احنا بالاضافه الى ذلك المستشفى الوحيد في العالم اللي بيعمل عمليات على عجلان لسرعه القصف. طبعا العمليه دي يعني وصلت نسبه رضاء المرضى في الابحاث المنشوره 99.6%. وعملنا المرضى من 36 جنسية مختلفة وآلاف المرضى، 13 سنة شغل. فطبعا احنا بفضل الله عز وجل بنشتغل طبعا في جراحات اللي هي الجنسية سواء للسيدات او للرجال والدعامات والعضو الذكري وخلافه. واحنا شغالين بقى والدنيا كويسة، والأمانة العلمية تقتضي نقول ان احنا كنا بنعمل زي زملائنا بالظبط. لما يجي لنا مريض عايز يركب دعامة بنركب له دعامة ويمشي خلاص وزي الفل والحمد لله. فوجئنا بحاجه غريبه جدا. الامانه بقى مين اللي قال لنا المشكله دي؟ المرضى مش احنا. اللي واحد يقول اللي له واللي عليه. فوجئنا بمرضى جايين لنا عرب او مصريين مقيمين في الخارج وعدد قليل من المصريين. مركبين دعامات. اللي مركب دعامه من 5 سنين واللي من 3 سنين وناس مركبه من 8 سنين. جايين يا جماعه في ايه؟ احنا مركبين دعامات. اللي يقول لك من 8 سنين، 8 سنين طب يعني 8 سنين وثابت يعني الدنيا كويس؟ انت بدل يعني في مشكله في الدعامه في ايه؟ لا لقينا مفيش مشاكل في الدعامه، دعامات يعني ما شاء الله يعني الناس اللي عاملاها دكاتره محترمه يعني والدنيا زي الفل. ففوجئنا بان المرضى بيشتكوا ان هم عندهم سرعه قصف.